السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج انتباه أيها السادة. عودنا حضراتكم في السنين اللي فاتت كلها أن دايما انتباه أيها السادة وأحمد طحون بيبدأ بالحلقة بتاعته أن احنا دايما بنقف جنب المطلقات، دايما بنقف جنب الغارمات، جنب الأرامل، جنب ذوي الاحتياجات الخاصة، التأمين الصحي، تكافل الكرامة، كراسي متحركة بنجيب، علاج بنعالج، عمليات بنعمل، كل ما تتخيلوه في السنين اللي فاتت كنا بنعمله، حتى الأراضي المنهوبة كنا بنرجعها لأصحابها، ودايما بنقف مع المظلوم ضد الظالم. النهاردة الوضع مختلف تماما، الدنيا مختلفة تماما، هتشوفوا معانا حاجات غريبة وهتسمعوا حاجات أغرب. في الفترة اللي فاتت كنا دايما بنسمع عن حملة خليها تصدي، خليها تصدي، ناس كانت مؤيدة وناس كانت معارضة. النهاردة اللي كان معارض هيكون مؤيد. النهاردة اللي كان بيقول لا الحملة خليها تصدي هيقول أنا معاكو، وأنا دكتور أحمد طحون من على الهوى بقول لكم أنا معاكو. تحية لحملة خليها تصدي، وتحية للأدمن، وتحية لكل المسؤول عن الحملة دي، لأن النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنثبت للعالم كله، العالم العربي بالذات، إن كان عندهم حق. ليه؟ عشان النهاردة عندنا موضوع كبير جداً، وهو سيارة الموت، نعش الموت، عربية الموت. تخيل حضرتك إن أنت رايح تشتري عربية عشان يا أنت يا زوجتك يا أولادك يموتوا فيها أو يموتوا بسببها. تخيل حضرتك لو أنت نازل بعربيتك النهاردة أنت وأسرتك ورايح وراجع من غيرهم أو هم راجعين من غيرك. ليه؟ عشان وكلاء الموت، بعض وكلاء الموت اللي بيستوردوا العربيات ديت وعارفين إن فيها عيوب وعارفين إن فيها كوارث بيبيعوها لنا. عشان كده بقول حملة خليها تصدي، أنتوا عندكم حق واحنا معاكم قلبا وقالبا. ولو كنا معاكم قبل كده عن طريق السوشيال ميديا فقط، احنا النهارده معاكم عن طريق الميديا وعن طريق الاعلام. قبل ما ندخل في الحلقه بتاعتنا اسمحوا لي ارحب بضيوفنا النهارده اللي شرفونا، استاذ حسام حنفي صاحب المشكله، اهلا بيك. اهلا بيك باشمهندس محمد حسن مستشار الهندسي، اهلا بيك. استاذ احمد النجار المحامي. الناس دي معانا النهارده يا جماعه عشان مشكله كبيره جدا جدا جدا، وهي وجود بعض السيارات اللي هي بتسير على الارض دلوقتي، ماشيه على الارض، ممكن حضرتك تكون راكبها واللي حد من المشاهدين تاني يكون راكبها، مئات بل الاف من المشاهدين بيتفرجوا علينا دلوقتي راكبين العربيات اللي هنذكرها اثناء الحلقه. فتخيل ان حضرتك عربيتك اللي انت راكبها دي وماشي بيها على الطريق سواء كان صحراوي او طريق عادي معرض في اي لحظه ان انت يحصل لك اي حاجه، بل معرض ان انت تموت. ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع استاذ حسام صاحب عربيه من العربيات دي عشان ننبه الناس ونحذر الناس. وقبل بس ما ادخل استاذ حسام عايز اقول لكم انا ليه قبلت الحلقه دي وليه القناه والدنيا كلها قالت احنا معاكم قلبا وقالبا، عشان جمله واحده قالهالنا استاذ حسام وهو بيتكلم عن الموضوع، قال انا مش جاي عشان اخد حقي بس. عارفين لو كان قال انا جاي اخد حقي كنت سكت عادي، كام واحد ليه حق في مصر هنا وعايز ياخده ومش عارف. لا ده قال ثلاث حاجات، قال انا جاي اخد حقي، وجاي اخد حق المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي معاهم العربيات دي ومعاهم نفس الكارثه بس مش عارفين ياخدوا حقوقهم، وجاي اخد حق الدوله. نقف هنا، يعني ايه حق الدوله؟ قال لي باللفظ كده، يمكن استاذ حسام هيقول الكلام ده بنفسه، قال لي تخيل ان كل عربيه من العربيات اللي انا هذكرها دلوقتي الدوله ليها فلوس عليها قطع عود. تخيل حضرتك ان الراجل مش جاي عشان حقه فقط ولا الناس اللي ماشيه في الارض بتموت، لا ده كمان عشان حق الدوله، وده اللي هنسمعه مع استاذ حسام. اهلا بيك استاذ حسام. اهلا بيك دكتور احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يخليك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قبل ما ابدا اي كلام عايز اشكر طبعا دكتور احمد طحون على الانترو الجميل اللي عمله ده، وبشكر قناه الصحه والجمال ان هي استضافتنا واتاحت لي الفرصه ان انا برضو اجي اعرض مشكلتي، وهي لو دققنا التعبير هي مش مشكلتي انا لوحدي، هي مشكله ناس كتير قوي 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 من مصر. انا جيت اشتريت عربيه جيلي ام جراند، طبعا زي اي حد بيشتري عربيه وبيشتريها بالتقسيط وبيشتريها عن طريق البنك. جيت بعد في فتره معينه كده بعد صيانه 30,000 كيلو، يوم طالع انا من بعد الصيانه على طول وانا ماشي اتفاجئت ان عجله العربيه طارت، العربيه لفت، خبطت في الحاجز الخرساني، يعني انا شبه كنت هموت يعني او حادثه موت يعني. الحمد لله ربنا. الحمد لله ربنا. انا بس هقطعك ثواني، ركزوا كده معايا يا جماعه، وانت ماشي بالعربيه الناس اللي بتسوق هتحس باللي احنا بنقوله، وانت ماشي بالعربيه العجله طلعت، العجله طلعت من العربيه لوحدها،
اتفضل استاذ حسين. طبعا انا عادي قلت ان هو حادثه عاديه ونقلت العربيه على كساحه وروحت وخلاص استعوضت ربنا. بس كل الفنانين اللي بصوا على العربيه او اي حد حتى من عامه الناس بيبص على العربيه بيقول الاكس ده كسر مش طبيعي شكله كده مش كسر ده حاجه دي زي الزهر. فانا استغربت للكلام فرحت جاي مصور الاكس ده وبعته للمهندس بتاع الصيانه بتاع التوكيل. فاتفاجئت ان بعد يومين بالظبط الشركه بتتصل بيا قالوا احنا باعتين لحضرتك مندوب عشان يشوف الموضوع ده. قلت طب كويس والله ان احنا عندنا حاجه الناس بتهتم كده والشركات بتهتم بالموضوع ده. فجالي الراجل المندوب من الشركه يا دوبك رفع غطا العربيه كده راح جالي لا حضرتك ليك حق عندنا اتفضل معايا احنا هندي لك عربيه. انا كده خلاص بقى انا طاير كده احنا ندي لحضرتك عربيه مكانها وما تضايقش نفسك وبتاع مش عارف ايه. لما رحنا قعدنا في التوكيل ألف سلامة على حضرتك وما تقلقش وأنا قلت لك هديك عربية. طب تمام جميل الكلام. قال لي بس أنا عارف إن العربية دي من السي في بتاعها اللي عندنا العربية دي متأمن عليها مش كده؟ قلت له آه. قال لي طب حضرتك هتصلحنا في التأمين. ضحكت يعني حاجة غريبة قوي. هتصلحنا في التأمين. طب قلت له بس العربيه دي عليها اقساط بنك. قال لي لا ما انت هسد برضو البنك. قلت له انا جايب عربيه قسط عشان اروح ادفعها كاش فده مش حاجه طبيعيه يعني. بصوا يا جماعه كده السرعه على الهواء معانا يعني دي صوره عربيه من ضمن العربيات او من ضمن الكوارث او من ضمن سيارات النعش اللي احنا بنتكلم عليها وهي سياره جيلي. يعني كنا الاول بنتريق نقول جيلي بناكله في البيت مش بنركبه. فالحمد لله دلوقتي بقينا بناكله وبنركبه. دي دي يا مستشار محمد معلش استاذ محمد استاذ احمد اسمها دي جيلي صح كده؟ دي جيلي. دي جيلي دي عربية استاذ حسام. دي عربية استاذ حسام يا جماعة اللي هو صاحب الشكوى اللي قدامنا دلوقتي. يعني تخيلوا دي عربيته وهو سايقها وكان لسه جايبها جديد. يعني لسه جايبها جديد العجل فك منه وهو ماشي دخل في السور تقريبا صح كده؟ لفت العربية. لفت العربية نفسها. خلاص نرجع يا جماعة من الصورة بس عشان عايز اقول للسادة المشاهدين حاجة غريبة قوي. خد بالك انت هنا وانت ماشي ما تضرتش لوحدك. ده وارد جدا يكون في عربية ماشية جنب منك، وارد جدا يكون في طفل ماشي جنب منك، وارد جدا يكون في مسن ماشي جنب منك، وارد جدا وانت بتخبط العربيه اللي جنب منك دي هي كمان تخبط عربيه تانية، نخبط 3 4 يعني حوالي 40 50 عربيه راحت عشان واحد ما عندهوش ضمير دخل لنا عربيه وقال لنا اتفضل اركب وانا واثق فيه واثق في العربيه دي ونزلت للاسف. استاذ حسام ربنا يخليه طبعا ويحفظه سليم قدامنا، ولكن في ناس كتيره ماتت ومعانا في الحلقه هتشوفوا الكلام ده. بس فقلت له حضرتك جاي تعوضني ولا جاي تكسب من الحادثه بتاعتي يعني؟ طب حضرتك ناوي تديني عربيه ايه؟ قال لي هديك عربيه زيها. قلت له اركب عربيه ثانيه عشان اموت يعني انت ما كفكوش اول مره ان ربنا نجاني يعني انا هو العمر ما بيسويش عندكم حاجه؟ لا 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 ازاي يا فندم وبتاع. طب انا هكلم الشركه اشوف ممكن يعملوا معاك ايه. فطبعا كلم الشركه فقال لي هدوك عربيه فيرنا. قلت له لا الفيرنا دي اصلا عربيه اصلا انا اقل من اللي انا معايا انا هاخد فيرنا. المهم فقلت له بص انا كده شكلها ملهاش حل معاكم لو انا اعرف ادفع الاقساط بتاعه العربيه ولا اقدر اصلح لك في التامين انت جاي بتكسب من الحادثه بتاعتي انا اروح حمايه المستهلك وهم يجيبوا لي حقي. محترمين. فراح جاي لي ايه بقى يعني معنى كده اعلى من خلك اركبه روح مع حمايه المستهلك شوف هيعملوا معاك ايه. بس وبدات الفقره الثانيه دخلت على جهاز حمايه المستهلك الناس مشكورين بعت الشكوى استقبلوني اللي حصل 1 2 3 طب تتعرض العربيه على لجنه في كليه معينه عشان تتفحص العربيه. تمام. جه اول فحص عمل الجلسه الثانيه الفحص جميل جدا بيقول ان الاكس ده مكسور بطريقه غير طبيعيه وفي حاجات كانت لازم تتكسر قبليه كتير والمنظر الحادثه دي حادثه بسيطه ما تكسرش اكس وكلام غريب يعني كلام علمي انا ما فهموش قوي بس طبعا انا يعني بكلمك لان عشان بقالي فتره وبسال الناس المختصين وبسال المهندسين وبسال كده فمتابع الموضوع اخد الخبره في الموضوع. المهم فالتوصيه كانت واضحه جدا ان هو مطلوب تحليل عده اكسات من نفس النوع ده العربيه دي عشان اكسات جديده ما يكونش تم اجهادها. تمام تمام. طب اللجنه قالت ايه؟ مندوب الشركه رد قال طب ما احنا محللين الاكسات دي قبل كده انتوا هتدفعوني مليون جنيه تاني. ده بيقول لجنه حمايه المستهلك قالوا انت دفعت قبل كده مليون جنيه؟ قال لهم دفعت. فقالوا له خلاص يبقى التقرير التحليل ده موجود عندنا. قالوا طب نبعت نجيبه. لا اصل والله الموظف ايه مش موجود اللي معاه التقرير ما شاء الله. طيب ناجل للجلسه اللي جايه ليه بقى؟ لحين ورود التقرير المجمع من الجامعات الكبيره بدون ذكر اسامي الجامعات الكبيره التقرير المجمع. في بين الجلسه الثانيه والجلسه الثالثه معلش استاذ حسام معانا مداخله من الاقصر يا جماعه ام سوري معانا مداخله. الو اتفضل يا فندم. ايوه يا ريس اتفضل. استاذ محمود الله يبارك لك سامع كويس انا اتفضل معاك. انا المشكله في العربيات والمشكله في اصحاب المعارض ولا اصحاب المشكله هتبدا في الناس اصلا هتشتري عربيات. تمام تمام يا ريس.
هي المشكله مصر اللي معاه هو اسرته ماشي يجيب عرضيه مصر والايجار من بره ويتمشى بيها ويقدم مشاوير عاد. تمام شكرا شكرا شكرا. انا ما فهمتش هو عايز يقول ايه، بس احنا بنشكرك طبعا اكيد ان انت يعني عايز توصل لنا معلومه ان الناس اللي بتشتري تاخد بالها، يعني ده اللي انا تقريبا استشفيته يعني. اتفضل استاذ حسام. تمام لحد كده. جه بقى بين الجلسه الثانيه والجلسه الثالثه اللي هو تاجلنا عشان يناقشوا التقرير، جالي تليفون من الجهاز وقال لي مبروك انت التقرير جه وفي صالحك والشركه ما قدامهاش غير انها تعوضك وان الشركه تديك اللي انت عاوزه، ربنا يخليك وطبعا الله اكبر تح... يعني نصر كبير كده وبتاع. المهم ان الشركه تتصل، حد يتصل ما فيش. رحت الجلسه الثالثه ما حدش جاب سيره التقرير، ولا التقرير موجود ولا مش موجود، ترفع لرئيس الجهاز لاتخاذ القرار بس. وسابوني بقى فتره كبيره كده وبعدين رجعنا تاني. انا بعتذر لك يا استاذ حسام. معانا استاذ عمرو معاه نفس المشكله كده تقريبا في مداخله. استاذ عمرو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا كان عندي مشكله في العربيه التوسان وكنت حابب اعرضها على الناس. التوسان بعيدا يعني عن ان احنا نتعوض من التوكيل أو, او 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 اي طلبات من التوكيل، لا خالص. تمام. الفكره كلها ان انا عربيتي اتقلبت بيا على سرعه 90. 90 على سرعه 90، مش دي المشكله برضو؟ ورحت حمايه المستهلك ولقيت مندوب من غبور هناك، ورحت كليه هندسه دفعت 5000 جنيه وفي الاخر العربيه لم يتراءى لنا اي عيب صناعه، والتوكيل قال لي ان العربيه توتال لوس ومش هنصرف حاجه. برضو مش هي دي المشكله. طيب انا بس هستسمح معاليك كده يعني جمله صغيره وهكمل معاك، يعني سواء بقى انت قلت غبور او غير غبور، اي حد يا جماعه هيتذكر اسمه في الحلقه او موضوع النقاش كله ليه حق الرد على الناس دي سواء الضيوف بتوعنا او المداخله. اتفضل يا فندم. اتفضل. ليه الشرف ان اي حد يرد على الكلام. تمام. اللي انا هقوله ده. تمام يا فندم. انا دلوقتي الناس اللي موجوده على الفيسبوك يا جماعه بعد اذنكم، يعني سواء العربيه حلوه او العربيه وحشه يا ريت نحتفظ براينا لنفسنا، لكن انا لقيت ان في حمله غير طبيعيه بتقول ان الهيونداي توسان دي احسن عربيه في مصر. تري اي حاجه غير التوسان ده ما بيفهمش. فقلت اوكي يا جماعه ما دام دي اللي راكبه والسوق كله قال كده اوكي خليني مع الناس. لما عربيتي اتقلبت دخلت بلوم على الناس، قلت لهم يا جماعه انا اشتريت بناء على توجهاتكم، فلقيت حمله تشويه. هو انت اصلا من ملاك العربيه؟ هو انت اصلا ركبت عربيه قبل كده؟ رحت بعت لهم صور العربيه بعد ما اتقلبت. تمام. لقيت الناس كلها سكتت. طب يا جماعه هو ليه الهجوم؟ يعني ليه الناس كلها لازم تقول العربيه حلوه بالزبط. ولما حد يقول ان انا حصل لي مشكله يتقال عليه ان طب استاذ الفاضل هستسمح معليك ان شاء الله، ممكن بس نسيب رقمنا في الكنترول ونستضيفك هنا على الهواء معانا الحلقات اللي جايه ونقعد نناقش ونشوف المشكله فين. لو المشكله فعلا عندهم نقعد معاهم ونتكلم ونشوف المشكله فين، ما لازم نوصل لحل لان احنا كده كل يوم ناس بتموت. قمي بس انا حد بس صغيره ما فيش عربيه على سرعه 90 بتخبط في الجنط العفشه تتغطى والعربيه تتسحب لوحدها من وقت. انت عندك حق. بشكرك وهنكمل بس عشان وقت الحلقه انا بعتذر لك طبعا. نكمل وان شاء الله نستضيفك معانا على الهواء وتقول مشكلتك معانا. شكرا. اتفضل يا استاذ حسام. واضح ان ناس كتيره قوي يعني لو فتحنا مداخلات والله المشكله احمد بيه ان احنا يعني الواحد لما اشترى الحاجه دي كان فرحان بيها لان فيها 40% منتج محلي. يعني حاجه كويسه للبلد، في استثمار، في دخل هيخش للبلد. فطبعا بالطريقه دي كده احنا البلد بتستفاد بايه؟ ده احنا بالعكس بنبوظ سمعه البلد وبنبوظ سمعه الصناعه المصريه. احنا ما صدرناش عربيه واحده لحد دلوقتي. كل الناس اللي بتقول احنا شركات تصنيع، انا ما فيش حد فينا صدر عربيه واحده، وده الكلام ده طبعا موجود على السوشيال ميديا. طيب هو يعني الكنترول بيلفت نظري ان احنا نسينا الضيوف، لكن والله ما نسيناهم ولا حاجه يا جماعه. هو الراجل بس طالب مني ان انا اطول شويه وهو مستاذنهم لانه فعلا مشكلته صاحب المشكله دايما بيبقى اكتر حد حاسس بيها. ولكن اسمح لي يا استاذ حسام، يمكن انا قلت لك قبل الحلقه خلي بالك ان الناس ما ينفعش ان هم يبقى قاعدين ساكتين فتره كبيره. استاذ احمد طبعا محامي كبير معانا، ولما نقول استاذ احمد المحامي يعني في مواد قانونيه بتنص على ان انا اقدر اجيب للراجل ده حقه. وعلى فكره هتلاقي ناس كتيره جدا بيتفرجوا علينا دلوقتي نفسهم ان حد يجيب لهم حقهم. فبما ان حضرتك منورنا النهارده استاذنك، ايه المواد القانونيه او ايه اللي حضرتك حابب تقوله عشان نعرف نجيب حقوق الناس دي؟ واولهم طبعا استاذ حسام. احنا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لاستضافه حضرتك. عفوا يا فندم، عفوا، نورتيني النهارده. احنا دلوقتي احنا في مصر عندنا جهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك. الجهاز ده الدوله عملته عشان تحمي المستهلكين من اي منتج، اي منتج كان، زي قانون التموين زمان كده ولا زال ساري.
الجهاز ده بيقول انا اشتريت سلعه ايا كانت عربيه تلفزيون اي تمام حاجه بستخدمها حصل فيها عيب برجع للي انا مشتري منه بيقول لي روح التوكيل الضمان سواء كان هو المصنع او موزع او ايا كان مثلا عندنا احنا هنا وكيل مثلا في الحاله بتاعتنا فروحنا للوكيل زي ما القانون بيقول عمل عرض العربيه قال لا وحصل زي ما الاستاذ حسام حصل بالظبط كده رحنا اشتكينا وخدنا الطريق السليم زي ما قانون 67 لسنه 2006 المعدل سنه 2017 بيقول رحت قدمت الشكوى عن طريق قدمت الشكوى عن طريق التليفون زي ما الاستاذ حسام قال فروحنا ومشينا الاجراءات جت لجنه عينه لجنه فنيه زي ما القانون نص اللجنه طلعت تقرير بتقول احنا عندنا في اجزاء مفقوده فعايزين 1 2 3 4 اللي بيتحمل يقدم العينات دي عشان يثبت صحه منتجه المورد او البايع ايا كان بقى هو اللي انتجها او هو وكيل فالناس ما قدمتش حاجه قالت في تقريرين موجودين طيب دلوقتي التقريرين طب يا جماعه انتوا اجلتونا الجلسه بيجينا الجلسه الثالثه مش موجود لا احنا مش هندفع فلوس عشان التقريرين طب التقريرين اللي عندكم اللي انتوا وقفتوا الدنيا بيها كام شهر قال لك لا انت تجيب عربيتك ودي كانت الغلطه اللي الاستاذ حسام وقع فيها تمام. قبل ما يتواصل معنا دي الغلطه اللي قدم بيها العربيه تمام. انا مش مطلوب مني حاجه انا ما اثبتش ان عربيتي ما دانيش رايح جاي يدفع فلوس انت تثبت ايوه ما قدموش اكسب جاء الاستاذ حسام راح لجنه تانية غير اللجنه الاولانيه في نفس الجامعه تمام طلع الاستاذ دكتور قال له احنا بنتقي الله فيكم احنا هنعمل لك تقرير ان شاء الله قاعد عايش الراجل في الايه في الوهم في الوهم او في الجنه يعني طيب حضرتك مطلوب اكس لا 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 احنا هنفك العربيه ونعملها وهنحل العربيه طيب نحل العربيه استنينا نحل العربيه ماشي جاب لنا النتيجه بيقول لنا ان الخبطه قويه حضرتك موجود ممكن يعرضوا لنا المستند رقم 3 ورقم 4 المستند رقم 3 جاهز يا جماعه ورقم 4 جاهز معاكم تمام انا هتكلم بقى ظهر على الشاشه تمام جه عندنا في المستند رقم 3 اللي هو على يمين الشاشه بيقول لنا خبطه بسيطه في المستند اللي قصاده بيقول لنا خبطه جانبيه قويه المشكله عندي مش في كده تناقض يعني المشكله عندي في حاجه تانية ان التقرير الثاني خمس اعضاء مضوا عليه وموجود والمفروض اللي عاين عضو واحد استاذ دكتور تمام. دي حاجه الحاجه الثانيه طبعا الخمس اعضاء في ناس استشاريه وفي ناس بتمضي زي روتين عندنا تمام. في الورق تمام بيقول لي الاستاذ محمد الباشمهندس محمد هيفيدنا فيها ان معدن اكس العجله هو سي 60 ستيل ومكوناته كما جاء بالمواصفه القياسيه للشركه المصنعه تمام. انا عندي مشكله هنا قانونيه مفيش حاجه اسمها شركه مصنعه تصنع مواصفات خاصه بيها لازم تكون لها مرجع تمام مواصفه محليه او مواصفه دوليه شيل الصوره يا جماعه النقطه الثانيه تمام النقطه الثانيه بيقول لك ترى اللجنه ان الحادث مروري ولم يثبت وجوب عيب صناعي في خامه معدن الاكس للعجلة من خلال قياسات المعملية والتحليل الكيميائي طيب أنا طبعا أنا كراجل محامي ما فهمش النقطة دي فاضطريت أستعين بشركة استشارات هندسية باش مهندس يقدر يشرح لنا الحتة دي بالظبط بتمثل إيه بالنسبة للمواصفات يعني إيه مواصفة ويعني إيه مواصفة قياسية لشركة مصنعة استاذ محمد طبعا بنرحب بيك قبل اي حاجه للبره الثانيه اهلا بحضرتك يا فندم احنا مش ناسيينك ولا حاجه القصه بس ان احنا عايزين كل واحد ياخد حقه في البرزنتيشن عشان الناس تفهم فالجزئيه دي مهمه جدا جدا والمشاهد عايز يفهمها وانا كمان عايز افهمها مع حضرتك ممكن بص يا فندم ببساطه شديده جدا هو في عيب تصميم في عربيه استاذ حسام ده اللي احنا توصلنا له عيب تصميم عيب تصميم العيب التصميم ده ما وقعش في دراسة الاجهادات هو وقع في اختيار المعدن حلو قوي تم اختيار المعدن طبقا للتقرير اللي طالع دوت مخالف للمواصفات القياسيه الدوليه مخالف للقياسات القياسيه الدوليه القياسيه الدوليه المواصفات القياسيه الدوليه هي اللي اي شركه بتصنع عليها حلو. يعني انا دلوقتي عايز اصنع عربيه جميل تمام فجبت ناس مصممين قعدوا حسبوا اجهادات اختاروا معادن اختاروا بعض المواد اللي تصنع منها العربيه جميل قوي اللي يثبت صحه وامان العربيه ديت ان ليها مرجعيه في المواصفات القياسيه الدوليه تمام بيشوف دوله زي المانيا دوله زي الصين دوله زي اوروبا بنشوف الدول ديت عملت ايه وببدا امشي معاها بشوف هي عملت ايه وببدا اقول المواصفات بتاعتي طلقة لل ان انا اصنع منها عربيه اللي حصل عند استاذ حسام ان حصل ان هم جم كتبوا ان انا عندي صلب سي 60 اللي صنع منه الاكس
وقال لك ده مطابق للمواصفات الفنيه، المواصفات القياسيه للشركه المصنعه. ما فيش حاجه اسمها مواصفه قياسيه للشركه المصنعه، في حاجه اسمها مواصفه فنيه للشركه تخضع للمواصفه القياسيه الدوليه. طب انا عايزك بس سريعا كده عشان معانا باشمهندس مؤمن تقريبا عايز يعمل مداخله، حد من المشاهدين هو يستنى يعني حضرتك. انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا، لان اللي حصل عندي في اختيار العجله، كل الاكواد الدوليه عندي او المواصفات القياسيه الدوليه، منها الدن، منها الاي اس تي ام في امريكا، منها المواصفه الاوروبيه، كل دول قالوا واجمعوا ان الصلب اللي بيصنع منه الاكسات هو من صلب 40 لصلب 45، من 40 ل 45. هو بقى معمول على كام يا باشمهندس؟ وبعد المراجع الهندسيه قالت ممكن صلب 38. حلو قوي. انا اللي عندي قدامي صلب 60. صلب 60 ده صلب عده يا فندم، مش صلب استخدمه في صناعه اكس. صلب عده مش اكس. مش اكس. وده ليه خصائص هندسيه لا يتسع الوقت لشرحها يعني. تمام تمام. طب ناخد باشمهندس مؤمن. الو الو باشمهندس مؤمن معانا على الهواء يا جماعه ولا لا؟ لا الو الو. ايوه يا فندم اتفضل. الو معايا دكتور احمد. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ضيوفك الكرام. اهلا بيك. انا بس يعني متابع الحلقه بتاعت حضراتكم من البدايه وكل الشكر ليكم. انا بس استوقفتني نقطه معينه حبيت اتكلم فيها من خلال مجال او اللي اتعلمناه من مجال السلامه والصحه المهنيه ومن مجال الهندسه. تمام. واللي احنا بنتكلم فيه ده يا فندم اساسيات. تمام. احنا ليه بنتكلم في السلامه والصحه المهنيه او ليه في تشريعات زي القانون المصري القانون رقم 12 سنه 2003 قانون العمل زي بعض التشريعات في الدول الاخرى، ليه اهتمام الناس دي كلها بالسلامه والصحه المهنيه؟ لاسباب نقدر نختصرها باختصار نقول عليها مورال ليجال اند فاينانشال، اسباب اخلاقيه ان انا اوفر للعامل او للشخص بيئه عمل امنه ديوتي اوف كير واجب الرعايه، اسباب قانونيه منها موضوع حلقتكم المره دي ان انا اتجنب القضايا وان احفظ حقوق المواطنين او العاملين القانونيه، واسباب ماديه علشان لو حصل عطل ياثر على خط الانتاج، لو حصل عطل مشكله هيبقى في تعويضات للعامل او الكلام ده كله. انا هنا عندي النقطه دي خاصه جدا بكلام حلقتكم تعقيبا على كلام المستشار القانوني والمستشار الهندسي اللي عند حضرتك. تمام. في حاجه عندنا في اداره السلامه والصحه المهنيه اسمها الاكسيدنت انفستيجيشن، التحقيق في الحادثه. تمام. التحقيق في الحادثه دي بتقول ان اسباب الحادثه بتنقسم الى قسمين، اما انها تكون دايركت كوزز او روت كوزز، مباشره او غير مباشره، او اسباب غير مباشره. تمام. الاسباب الغير مباشره دي بتعتبر اسباب يعني خاصه باختصار، اسباب خاصه بالانديفيدوالز والبروسيدجرز، اسباب اداريه، اسباب اجراءات او اشخاص. الاسباب بقى المباشره ودي اللي تعنينا هنا، اما ان يكون في انسيف اكشن او انسيف كونديشن، حاله غير امنه او فعل غير امن. تمام. اوضح مثال على موضوع الحاله الغير امنه هو موضوع الاكس بتاع الحلقه. دلوقتي انا سمعت الاستاذ الفاضل اللي عند حياتك بيتكلم بيقول ان المعدن من ستيل سي 60. بالظبط كده. سي 60 ده عالي الكربون، عالي الكربون يعني ايه؟ يعني بيخلي ده بقى برضه من اللي اتعلمناه من الهندسه، بتبقى الصلابه بتاعته التفنس بتاعته مقاومته للكسر او التشكل بتخليها قليله، بتخليه بريتل، بتخليه اكتر هشاشه، بتخليه هش، وبالتالي اكتر عرضه ان هو يتكسر. بالظبط. بالتالي اي صدمه في البارت ده لان هو معرض لاهتزاز او يخبط في حاجه او كده ان هو يتكسر بسهوله. يبقى كده في هذه الحلقه، وزي ما قلنا المواصفات القياسيه الدوليه اللي نوه عنها الباشمهندس زي الاي اس ام الامريكان سوسيتي اوف ماتيريال والدي اي ان اللي هي المواصفات القياسيه الالمانيه والمواصفات الاوروبيه وغيرها. باشمهندس باشمهندس مؤمن يعني استاذن حضرتك يعني باختصار كده بالبلدي عشان المشاهد يفهم. تمام. لان احنا عشان نعمل له ترانسليشن لكل حضرتك بتقوله دي عايزه حلقه ثانيه. جمله كده بالبلدي بس عايزين المشاهد يفهمها. جمله بالبلدي. المواصفات جميل جدا. المواصفات القياسيه الدوليه دي ناس بتشتغل في جهات على مستوى العالم متخصصين في ان هم يقولوا الماتيريال دي الماده دي تصلح بمواصفاتها ووصفها او لا تصلح، وبناء على بالظبط ان هي تصلح للتطبيق للابلكيشن ده ولا لا. تمام. المواصفات القياسيه الدوليه كلها مجمعه زي ما قال الباشمهندس، منها المواصفه الامريكيه اللي هي الاي اس ام او المواصفه الالمانيه او مواصفه حتى اللي هي جمعيه مهندسي السيارات الاي اس اي. تمام. كلهم مجمعين على ان الصلب عالي الكربون ما يتصنعش منه اكسات في السيارات. حلو قوي. يعني احنا دلوقتي هستوقفك بس في النقطه دي. صلب متوسط الكربون. طب كمل كمل. اتفضل. ان يكون صلب متوسط الكربون. حلو. ما يكونش صلب عالي الكربون. ومن ثم البارت ده مكانه هنا غير مناسب، لا يصلح ان يصنع من الماده دي البارت ده اللي هو الاكس، وبالتالي البارت ده بقى اسمه عندنا ان سيف غير امن. تمام. وبالتالي ركوب المركبه ركوب السياره
في هذه الحاله بيشكل خطر على حياه راكبها. هو ده. ثواني بقى استاذ مؤمن، ثواني بقى، ثواني استاذنك بس باشمهندس، هنا البارت او الجزء او الاكس ده اللي موجود داخل العربيه دي، يعني المشاهدين وما بيسمعوني دلوقتي، لا يصلح للسير على الشارع بتاع الشارع المصري، غير آمن بالظبط، لا يصلح ان هو يستخدم من الماده دي، يكون مصنوع من الصلب عالي الكربون سي 60 لانه غير مطابق للمواصفات القياسيه الدوليه، وبالتالي فهو ان سيف على هذه الحاله على راكب السياره. شكرا باشمهندس مؤمن، شكرا. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ شكرا جزيلا. هو بس زي ما قلنا كده الجزء الاخير، مساله ان انت يعني التشريعات او الهدف من السلامه والصحه المهنيه هو حمايه سواء المنشاه او العامل او الماكينه كاسلوب حياه عموما او كتعميم، بنتكلم منه في الجزء اللي يعنينا هنا اللي هو مواصفه الجزء ده انه يكون سيف ولا ان سيف عشان حياه قائد المركبه والتعويض لو لا قدر الله ينور عليك شيء او شيء من هذا القبيل. ميرسي، ميرسي جدا باشمهندس مؤمن، شكرا شكرا شكرا. تحياتي. تعقيبا بس على كلام الباشمهندس دلوقتي، الكلام ده نفس الكلام اللي حضرتك يمكن عملت له برزنتيشن من شويه شرح، فانا عايز اوضح بس للناس اللي راكبين العربيات دي دلوقتي والناس اللي نازله بكره يا باشمهندس محمد تشتري العربيات دي، لازم يعرفوا يا جماعه اللي اي حد بيشاهد الحلقه دلوقتي، استاذنك لو انت نازل تشتري عربيه بكره استاذنك تريس، اسمعنا بس شويه لاني انا في صدى موضوع كبير قوي، دي كارثه. عارفين يعني ايه نعش ماشي على الطريق؟ عارفين يعني ايه نازل اشتري عربيه بكره ممكن تتقلب بيا بعد بكره زي ما حصل مع ناس كتير جدا وربنا صدرها مع الراجل اللي قاعد معانا استاذ حسام. فاستاذنك استاذ محمد يا باشمهندس محمد، لازم نوعي الناس ونعرفهم عشان في ناس واخده قرار ان هي نازله تشتري عربيه بكره، وفي ناس ماشيين بالعربيه بالفعل دلوقتي، عايز الفت نظره بس يعمل ايه بعد اذن مالك. اول حاجه في المشاكل اللي زي استاذ حسام، اول حاجه بنلجا لها التحليل المعملي، ان انا ابدا اشوف الجزء ده معمليا مطابق للمواصفات القياسيه الدوليه ولا لا. فمثلا الشركه صنعت من جزء مخالف، اولا من ناحيه قانونيه ودي استاذ احمد اقدر مننا فيها، انا اختلفت مع الشركه المصنعه، تمام، قلت مواصفاتك ما تنفعش، حلو، فاللي يفصل ما بيني وما بينها المواصفه الدوليه. لا ده اللي هيفصل دلوقتي مداخله عندها نفس المشكله كمان، تخيل. معلش انا بعتذر لك يعني. استاذ ايمان، الو الو، اتفضلي يا استاذ ايمان. ريهام، استاذ ريهام عفوا، جات لي في الكنترول ايمان، معلش عفوا، اتفضلي. تمام. انا كنت عاوزه اتكلم بس انا شايفه كل اللي موجودين كانوا بيتكلموا عن الاضرار الماديه للعربيه، ودي فعلا طبعا تمام. احنا كلنا لامسينها، لكن انا عن نفسي اتعرضت لاضرار نفسيه. اتفضلي. اضرار نفسيه، انا طبعا كنت رايحه، انا كنا على طريق صحراوي، تمام، احنا كنا ماشيين عادي على سرعه مش عاليه خالص، احنا فجاه لقينا الدنيا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا مش عارفه ايه اللي حصل، وفجاه لقيت اسعاف ولقيت الناس بتجري علينا. عربيتك ايه يا فندم؟ عربيتك ايه يا فندم؟ توسان، هيونداي توسان. توسان، تمام تمام تمام. العربيه طبعا بعد اللي حصل ده انا كاني كنت في حلم، لا اله الا الله، وطبعا انا عماله اتكلم، انا مش عارفه افكر ولادي جرى لهم ايه، وانا مش قادره اتحرك، والناس اللي بتجري علينا دي انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، مش مدركه. لا حول ولا قوة الا بالله. الشارع، الناس حوالينا، الاضرار النفسيه يا جماعه بغض النظر، انا معاكي انا معاكي، الاضرار الماديه اللي حصلت في العربيات واللي الناس بتتكلم عليه، انا متضرره لحد دلوقتي، الكلام ده بقى له سنه ونص. شكرا يا استاذ ريهام، شكرا شكرا، بشكرك بشكرك بشكرك. طبعا انا لو فتحنا المداخلات والله انا متاكد ان احنا عايزين 10 حلقات، ولكن احنا في صدد دلوقتي استاذ حسام معانا، فعايزين شرح كبير كده. معلش كمان استاذ محمد، الحلقه انا عارف ان هي الوقت مواصفه، مش مواصفه، نعم المواصفه عشان وقت المواصفات بس، المواصفات. قبل ما ندخل في المواصفات في نقطه مهمه، انا عندي التقرير بيتكتب ازاي. تقارير في حمايه المستهلك اللجان الفنيه بعضها بيتجاوز في حق العميل تجاوز مطلق، تمام، اللي هو شايف نفسه اله على الارض فقعد كتب التقرير، احيانا بيكون مخالف لكل الاعراف الهندسيه، تمام، وبيقدمه على كده. طبعا للاسف الجهات المسؤوله او المعنيه بيبقى بعد كده اجراءات اداريه، تمام، فبالتالي هو شايف دكتور من الهندسه مضى، خلصت القصه بالنسبه له. واخد بال حضرتك، خلاص الامضه دي بمثابه خلاص موافقه. خلاص بقى، ما يعني راجل استاذ دكتور مضى، خلصت القصه. فانا عندي فيه كميه مخالفات غير طبيعيه، بس انا مش هناقشها، يعني هنأجلها 5 دقائق. يعني واخد بال حضرتك، لان في فعلا مواصفات لازم تتعرض. احنا جبنا شويه مراجع بسيطه من حوالي 29 مراجع انتقينا، نقدر نقول اخف المراجع اللي فيها الكلام بسيط وواضح. منهم مرجع ماتيريال هاند بوك،
ماتيريالز هاند بوك ده الملجأ ده في صفحة 86 في حضرتك لو نظهر صورة الملجأ واللي هو أعتقد عايزين المستند 5-1 كده أستاذ محمد مستند 5-1 كده يظهر تمام ده كتاب من أكبر الكتب في علم المعادن كتاب ده بيشرح حادثة أستاذ حسام وأنواع الصلب اللي بيصنع منها الأكسات وبعض أجزاء العربيات بوضوح في صفحة 86 في أحد الفقرات بتاعته تمام إيه الصورة الجاية موجود فيها الجزء ده مترجم الموجود في الصفحة المستند الجاي رقمه كم حضرتك عايزه؟ 5-2 5-2 مرجع 5-2 كده يا جماعة معانا هيظهر حالا على الشاشة ممكن نشرحه قبل ما يظهر أستاذ محمد نشرحه قبل ما يظهر يعني هو الكتاب هنا بيذكر إن الصلب اللي بيصنع منه أكسات العربية من صلب 38 لحد صلب 45 تمام ده كده ملجع ده ظهر على الشاشة اهو تمام كده ده ملجع هندسي انا عايز حد من اللي كتبوا التقرير للاستاذ حسام بتاع استكمال الفحص يطلع ويقول له هنا الكتاب ده غلط يعني الكتاب ده كله غلط ده حضرتك كده يا فندم استاذنا في الكتاب معلش اتفضل يا فندم يعني بعد اذنك عشان دي كارثه لوحدها يعني الكتاب ده كله غلط الكتاب ده كله غلط والناس اللي عملته مش فاهمه في المعادن يعني احنا بنقول لهم كلام مثبت عندنا هات لي الكاميرا يا استاذي بعد اذنك عشان يعني انا يعني لكم ان تتخيلوا ان كل المرجع ده بالاساتذه اللي كتبوه بالدكاتره اللي وافقوا عليه بالمراجعات اللي تمت فيها بالريفيجن اللي حصل تمام صح كده كله خطا ده كلام باشمهندس محمد استشاري هندسه فطبعا لا يمكن انا راجل اعلامي لا افقه شيء في الهندسه ولكن بما اني قدامي استشاري في الهندسه يعني واثق ومتاكد من كل معلومه بيقولها فبيقول لحضرتك ان الكتاب ده كله على بعضه خطا واكبر دليل الاكس بتاعنا اللي موجود صح كده اللي هو 45 من 38 ل 45 انا بقول حق الرد مكفول للناس اللي كتبت التقرير ما طبعا اكيد حق تطلع تقول الملجع ده غلط احنا قلنا الكلام ده بقوله طب لو قالوا الملجع ده غلط يا فندم عندنا ملاجع ثانيه تبع الاي اس ام زي الملجع دوت تمام بيشرح نفس الحاله طيب لو قلنا الكلام ده غلط نخلينا في الكلام البسيط قوي في مجله علميه اسمها ادفانسد ماتيريال اند بروسيسز المجله دي بتصدر تبع هيئه الاي اس ام حلو هيئه المواد الامريكيه الملف 5-3 تقريبا معانا استاذ محمد على الشاشه سنه 2003 المجله ديت نزلت عدد مخصوص بيتكلم عن الستيل بالز فور اوتوماتيف ابلكيشنز ايه انواع الصلب اللي بتدخل في صناعه العربيه واختيار المعادن طبقا للمواصفات الامريكيه تمام في صفحه 49 في المجله ديت صفحه عفوا 48 هنلاقي جاب الاجزاء اللي عليها اللون الاحمر ديت في الشاشه الاجزاء اللي متظلل عليها يا جماعه بالاحمر دي ده بيوصف انواع الماتيريال اللي بيصنع منها او انواع الحاجه بنعمل دلوقتي ترانسليشن او ترجمه ليها اتفضل بيصنع منها الاكس وبرضه هنا ذاكر ان هي من صلب 38 لحد صلب 45 حلو يعني كل الناس وكل الدنيا وكل الاوراق بتقول ان الصلب ده او الاكس ده لازم يبقى من 38 ل 45 الحاله عندنا بقى المشاهد اللي بيسمعني البسيط اللي مش فاهم الجزئيه دي اللي زي حالاتي يعني اكس العربيه يا جماعه معمول المفروض يتعمل من 38 ل 45 عندنا احنا معمول 60 لا وكتب انه مطابق وكتبوا ان هو مطابق للمواصفات انا ما اقدرش هنا اقول مطابق للمواصفات مطابق لمواصفات الشركه المصنعه تمام مش مواصفه قياسيه تمام وهنا عندي علامه استفهام كبيره ان اللي كتب التقرير ده ناس مسؤوله هندسيا كان منهم رؤساء اقسام وكان منهم دكاتره واساتذه اساتذه جامعيه منهم ناس قلدت مناصب رئيس قسم كلهم اساتذه الجامعه ورؤساء اقسام كلهم اساتذه ورؤساء اقسام كمان ومنهم واحد وصل لرتبه نائب رئيس جامعه يعني كمان فيهم واحد وصل لنائب رئيس جامعه عارفين يا جماعه اوصل لاسيستنت يعني ايه يعني نائب رئيس جامعه دي يعني ايه دي كارثه تخيل بقى حضرتك ان كتب تقرير ده تحط علامه استفهام كبيره يعني ايه تقرير زي ده طيب انا بس ممكن اخد منك الكلام لاستاذ احمد ان اكيد هنا في شق قانوني لازم نتكلم فيه ولا انا غلطان بالظبط هو اكيد الموضوع احنا هنا دخلنا احنا معانا دكتور اسامه احنا ناخد المداخله ولا نكمل ناخد طب ناخد دكتور اسامه حشيش كده معانا ايوه مع حضرتك منورنا يا دكتور اسامه اتفضل والله انا سعيد جدا والله بحضرتك والله بالبرنامج قايم زي دوت والله الله يعز عليك الله يعز عليك اتفضل حضرتك انا برضو كان ليا مشكله مع عربيه سياره توسان تمام كانت لسه العربيه جديده ما بقى يعني كانت لسه شاريها فانا والمدام ومعايا الولدين لسه العربيه جديده كنا رايحين العين السخنه الحادثه حصلت حضرتك 370 كيلو العربيه عامله 370 كيلو يعني 370 كيلو يعني دي زيرو ما اتحركتش دي زيرو انا ما لحقتش اساسا حضرتك انا جبتها كل المشاكل زيرو 370 كيلو حضرتك 370 كيلو
مش 1370 كيلو. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني سنه لسه ما جابتش سنه ال 1000. لا ما جابتش سنه ال 1000، عربيه جديده. حضرتك انا على طريق العين السخنه كنت ماشي في نص الطريق، طبعا اعتقادي انا واعتقاد اي حد ان العربيه بتلاقي انه في نفس الوقت معايا اطفال زوجه والاولاد، فلازم اكون ماشي بالراحه. فماشي بالراحه انا تقريبا على سرعه 80، ما بين 80 و 90. فجاه لقيت العربيه بتحدف يمين، توقعي انا ان فرد الكاوتش زي اي حد سايق هيتوقع كده. فابتديت ايه اهدي اكتر من كده واجي على اليمين. حضرتك فوجئت ان الفرده بالجون بالمساعد بالكوبلين خرجوا من العربيه. من العربيه العربيه كلها تبكي، خرجوا من العربيه. عربيه كرتون، فيلم كرتون. طارت كده حضرتك، طارت قدامي وفي نفس، وراحت طبعا لما طارت الجزء ده بالكامل العربيه انحرفت جهه اليمين. طب بس بقالك، طمني بس على الجماعه معاك الاسره، طمني على الاسره. ما حضرتك هي المشكله والله ما مشكله ماديه. المشكله في الاسره. انا عندي المدام 8 مسامير واربع شرايح في العمود الفقري، كسر في العمود الفقري. حسبي الله ونعم الوكيل. وعندي طفل طفل 4 سنين كسر في مفصل الحوض. لا اله الا الله. وطبعا والمدام كانت حامل وفي اجهاض. في اجهاض؟ وعندي طفل طبعا كان كدمات، وانا كانت كدمات وكسر في الانف وفي الصدر. حضرتك دفعت كام في العربيه دكتور اسامه؟ 512. نص مليون عشان يعني ادفع عليه نص مليون كامل عليه. عشان اخدها اعمل بيها حادثه حضرتك، عشان اخدها اعمل بيها حادثه حضرتك. انا خرجت مشيت بيها انا حضرتك، عربيه جديده. ايوه يعني حتى وماشي بالراحه. وحضرتك هي انفصلت كله بيستغرب. شكرا شكرا دكتور اسامه، انا بعتذر لك بس عشان وقت الحلقه. شكرا شكرا. نكمل معاك في حلقه ونكمل معاك ان شاء الله في الحلقات الجايه. شكرا دكتور اسامه. انا حزين والله العظيم، انا حزين. انا هقول حاجه يمكن هم نفسهم ضيوفي هيتصدموا بيها، والناس المقربه جدا جدا ليا هيقولوا فعلا ان الكلام ده حقيقي. والله انا كنت من ضمن الناس اللي هتشتري العربيه دي، يمكن هيتفاجئوا دلوقتي، والحمد لله اني ما اشتريتهاش. انا بس بوجه رساله لكل الناس اللي بتسمعنا من المشاهدين، استاذنكم لو سمحت قبل ما نشتري اي عربيه ما ناخدش بكلام الفيس ولا الواتساب ولا الفريندز ولا الكلام ده كله، لا حاول تسأل ناس متخصصين قوي عشان ما تشتريش عربية تموتك أو تأذيك زي ما حصل كده. احنا جاهزين للفاصل يا جماعة؟ جاهزين للفاصل. قبل ما نطلع فاصل جملة صغيرة عشان ارتاح نفسيا من جوه. اللي بيستورد عربية وعارف ان هي هتموت الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي بيجيب عربية من بره وعارف ان فيها عيب وبيديها للناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اي حد في الدنيا عايز يكسب على حساب موت الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وتاني قبل ما اطلع فاصل بقول لحملة خليها تصدي، احنا معاكم قلبا وقالبا، وانا واحد من الاعلاميين يمكن اول اعلامي هيقولها على الهواء، انا معاكم اعلاميا كمان وهغطيكم وكل يوم انا معاكم، لاني طالما وصلنا لحالة ان الناس بتشتري عربيات عشان تموت بيها لا مش هنسكت. فاصل ونواصل. عدنا بعد الفاصل، واكيد الموضوع كبير جدا واكيد عايزين حلقه واثنين وثلاثه واربعه وبرده تاني وثالث ورابع. لاي حد متضرر من الحلقه له حق الرد، موجودين سواء تليفونيا او يجي يحضر معنا. نرجع لاستاذ احمد النجار ونشوف ايه الشق القانوني في الموضوع. حضرتك دلوقتي احنا بناء على كلام باشمهندس محمد، احنا عندنا في حاجه اسمها مواصفه دوليه او مواصفه محليه. بما اننا في مصر ما عندناش سوق سيارات، فبناخد بنمشي بمواصفه الدول اللي بتصنع السيارات اللي الباشمهندس اتفضل وقاله. بناء على الكلام ده عندنا كارثه كبيره جدا في مستند رسمي. لما يقول لي صلب سي 60 مطابق، ده اللي كتب ده متعمد انه يدلس. ولو اسقطنا الكلام ده على القانون ماده 211 وماده 213 اسمها جريمه تزوير في محرر رسمي من موظف عام. تمام، انا عندي مستند بيقول لي صلب سي 60 وبعدين بيقول لي بالمواصفات القياسيه للشركه المصنعه. الشركه دي او الوكيل ده بيجيب من دوله معينه، الدوله دي اللي هي الصين، عندها المواصفه بتاعتها 45. تمام، فلما اجي انا اقول 60 مطابق وشركه مصنعه بتقول لك 45. اولا عشان نتكلم بصراحه، العربيات دي في الخارج ما عملتش اي مشاكل. تمام، الموديلات دي عملت في مشاكل بس. في مصر بس. تمام. المشكله الثانيه ان في بعض الشكاوى بناء على اكتر من 23 شكوى، احنا يخصنا 3 4
منهم اتحفظوا بسبب التقرير زي ده. فالحاجة اللي استوقفتنا تقرير بيقول لك ان احنا بنأجل عشان التقرير اللي هو الموظف بيعمل عمر عليه. تمام. احنا لما الموضوع طول بدأنا نبحث بمعلوماتنا فوصلنا للتقريرين. التقرير صادر من 3 جامعات، كل جامعة بتمثل ب2 دكاترة متخصصين في المجال، كل واحد حسب تخصصه. يعني مش 3 جامعات مصرية يا فندم. 3 جامعات مصرية. تمام. 3 جامعات كبار جدا. كبار كمان. تمام. فيهم جامعتين متخصصين بالسيارات وجامعة متخصصة في الميكانيكا في الجزء اللي خاص في اللي يخصنا بالسيارات. تمام. فاحنا عندنا حضرتك عايزين نعرض المستند رقم 7 و6. 6 الاول. نعرض المستند رقم 6 يا استاذ محمد بعد اذنك. تمام. عندنا بيقول لنا المعدن صلب معانا على الشاشه يا جماعه. تمام. 60 غير مطابق. مستند رقم 7 برضو ممكن نعرضه. نجيب بقى مستند 7. توصيات حضرتك انا عندي كوارث. بيقول لي ايه في التوصيات مستند رقم 7؟ معانا على الشاشه برضو يا استاذ. اللي هو الدكتور او مجموعه الدكاتره بيقولوا لنا مطابق. بيقولوا لنا تحت في الاكس التركيب الكيميائي للمعدن يدل على انه من الصلب عالي الكربون، علما بان النوع المستخدم هو صلب الكربون طبقا للبيانات المرسله من قبل الشركه المصنعه. يعني هو عنده مواصفات للشركه المصنعه بتقول انه مش 60. تمام. وعندي فوق في الخلاصه بيقول لي الاجزاء التي لم تجتاز الاختبار الاكس تحت. الاجزاء التي لم تجتاز الاختبارات. وبعدين بيقول لي في التعقيب في النقطه الاولى، احنا قلنا الثانيه قبل الاولى. تمام. اجهاد الصدم اقل من المتوقع وذلك قد يكون بسبب ان المعدن مجهد نتيجه حادث. اولا انا عندي المعادن ما بتتاثرش الا تحت درجات حراره عاليه جدا. صح جدا. تاني حاجه العربيه اتكسر عندي بزاويه حاده، فده اللي خلانا نرجع لشركه الاستشارات الهندسيه عشان نشوف الكلام ده مدى مطابقته مع العلم. انا لما قريت الكلام ده الراجل استاذ حسام لما كلمني قلت له طب ما الورق 100 100 زي الفل. قال لي لا الورق ما الحاجه مش طبيعيه. صح. قلت له طب نكلم نعمل علاقاتنا ونشوف. الدنيا واقفه احنا منتظرين. المشكله الثانيه بقى عندنا في التقرير الثاني. تمام. احنا بقى لو رجعنا للموضوع اللي المفروض يحصل من الجهاز بعد ما يجي له التقرير اللي معمول من 3 جامعات، انا عندي مشكله تصميم مش انتاج او مش تصنيع. تمام. فالمفروض انا بعد ثواني بس الجهاز باشمهندس هشرح للمشاهدين الفرق بين التصميم والتصنيع بس عشان الوقت باختصار. تمام. تمام. التصنيع ده مشكله ممكن تحصل في عربيه واحده او في منتج واحد انا بعرف ارجعها. التصميم ده الكارثه الكبيره اللي انا لازم استدعي كل المنتج من السوق وصلح الجزء ده لان الجزء ده بيبقى جزء ميكانيكي. تمام. تصنيع مكنه مش تدخل بقى. عشان ناخد عشان معانا 4 دقايق بالظبط. معلش بس انت كده خدت مني الوقت. معلش معلش حقك عليا. انا عندي زي ما قلنا دي حاجه اسمها عيب تصميم. انا عندي كل الاكسات اللي في السياره دي مصنوعه بطريقه عشوائيه او بطريقه مش مظبوطه. تمام. فلازم ارجع المنتج اصلحه ارجعه للناس. تمام. ده انا عندي الكارثه الاكبر ان العربيه طلب فحص السياره الموديل اللي بعده السنه اللي بعدها. تمام. طلع عندي كوارث. كل الحوادث اللي بتحصل او اللي حصلت في توسان وفي العربيات الناس اللي اشتكوا قال لك انفصال من الاجزاء ومش عارف ايه بسبب توصيات الجهاز او القائمين اللجنه السابقه. أيوة. اولا الناس اللي موجوده حاليا مش هم اللي بشروا الموضوع. تمام. رئيس الجهاز الحالي مشكورا بدا يصلح المشاكل دي. تمام. الرئيس اللي قبله او اللجنه اللي قبله اللجنه اللي قبلها اللي كانت ماسكه موضوع السيارات اغفلت الموضوع ده. حلو. وركنت المستندات وما طلعتهاش كانت هتجيب حق ناس. 23 شكوى حضرتك في موديل واحد اتحفظوا معانا هنا في المستندات. 23 شكوى اتحفظوا. ما فضلش غير الراجل ده عشان هو قال انا حقي انا خلاص انا مش حقي بقى مش هسيب انا مش كل ما هشتري عربيه تعمل مش عارف انا جايب عربيه زيرو ليه. فاحنا عندنا دلوقتي قدام كارثه كبيره جريمه طبعا لما الموضوع يوصل للقضاء ان شاء الله بعد ما نشوف الجهاز يعمل معانا ايه. جريمه تزوير في مستند رسمي. بناء على التزوير ده اي حد هيشوف المستند ده بما اني راجل قانون وكيل النيابه راجل قانون والقاضي برضو راجل قانون وكلنا اللي بيجمعنا القانون مش مهندس بس تند للورقه الرسميه اللي عليها ختم النسر. تمام. اللي هو المستند رقم 4 لو هم ممكن يعرضوا لنا اخر مره مستند رقم 4 مستند رقم 4 لو سمحت اللي هو بيقول عندي صلب سي 60 لو قارناه بالمواصفات اللي موجوده في الكتب اللي موجوده في دول التصنيع. تمام. الجزء لو قارناه لا ده كلام ورشه بلدي في الحرفيين. أيوة. مش كلام شركه كبيره. المشكله بقى مش في الشركه المصنعه. المشكله عندي ان انا عندي 40% ناتج محلي. انا مش عارف المشكله في الناتج المحلي ولا اللي جاي من بره. انا التقرير اللي معمول من 3 جامعات بيقول لي المواصفه اللي جايه من الشركه الام سليمه.
انا عندي التحليل، انا عندي الاكس ده بتاع السياره دي بتاع الموديل ده، اتعمل له تحليل في المانيا، اتعمل له تحليل في الصين، اتعمل له تحليل هنا في مصر في ثلاث اماكن. تمام. التقرير المجمع بيقول انه صلب من 60 ل 65 اللي هو بره المواصفه. تمام. طيب انا مطابق لايه حضرتك؟ اما التقرير المجمع من ثلاث جامعات اللي حضرتك احد الناس اللي كانوا متمثلين في الجامعه دي بيقولوا انه غير مطابق، تيجي حضرتك تقول لي مطابق بناء على ايه؟ ده اللي انا عايز اعرفه. وده جهاز حمايه المستهلك ان شاء الله يساعدنا ويساعد كل الناس في التقارير دي، لازم تتراجع بعنايه فائقه لان في حق ناس ضاع. تمام. في حق ناس ضاع، ولو فضلنا بالوضع ده حق ناس التانية هيضيع. الحاجات المهمه قوي بقى اللي عايز تقولها عشان قبل ما نختم يا استاذ محمد. الحاجات اللي انا عايز اقولها ان احنا للاسف كل حد لازم يعني يحصل له مشكله، طبعا احنا مش احنا بنشتري بطيخه. العربيه اصبحت زي البطيخه، حضرتك بتشتري موتك بايدك. الاستاذ اللي بيكلمنا، الدكتور اللي بيكلمنا بيقول عربيه فوق ال 500,000 جنيه حصل عنده اجهاض وعهات مستديمه بنسب. ده كلهم فلما يحصل معاك مشكله زي دي ما تاخدش كلام، خد واحد معاك متخصص للجهاز عشان لما يقول لك مطابق تعرف ايه اللي مطابق، تعرف ترد كمان ايه المطابق. حضرتك كصاحب سياره مش متخصص. تمام. ولو اخدت معاك المتخصص وانت رايح، انا بقول لحضرتك كانوا بيقول لك لا المحامي ما يحضرش يا استاذ. احنا معانا حادثه تانية، مشكله في المكتب عندي، العميل مشتري عربيه وهو ماشي الدركسيون اتخلع، العمود اتقطم، الدركسيون يطلع يقولوا له صلح بالنص. طيب ناخد معلش يا استاذ احمد، انا اسف، كلمه اخيره كده للبشمهندس عشان نختم بيها، وبعد كده استاذ حسام سريعا برضو. انا كلمتي الاخيره في مواصفات، في حاجات نلتزم بيها حفاظا على ارواح الناس، حفاظا على اموال الدوله، حفاظا على سمعه الدوله في الصناعه. شكرا استاذ محمد. استاذ حسام. طبعا انا بشكر حضرتك برضو على اتاحه الفرصه، بس بنقول لحضرتك يا ريت تتبنى الموضوع لان الموضوع كبير، عشان ده فيه حق ناس كتير وحق مصريين كتير وفي سمعه مصر وفي في حق الدوله، الدوله المفروض لها تعويضات في الكلام ده ان على كل عربيه كل سياره. شكرا دكتور احمد. انا بعتذر لكم بس كل حاله بتدفع غرامه للدوله. المفروض المبالغ دي كلها ضاعت على الدوله بسبب تقرير زي ده. احنا بقى هنرجع يا جماعه حق الدوله باذنك انت يا رب، واحنا كاعلاميين او كاعلامي مع حضرتك بقول لك اي متضرر يكلمنا، واي حد حاسس ان هو اتضرر من الحلقه ليه حق الرد. شكرا لحسن مشاهدتكم، والى لقاء اخر ان شاء الله وبرنامج انتباه ايها الساده، وشكرا للضيوف اللي معانا. شكرا يا جماعه. شكرا.